صاحب أول ميدالية فضية أولمبية السعودية؟ مين هو؟ صاحب أول ميدالية فضية سعودية؟ أي حققها عام 2000 في أولمبياد سيدني. يا أخي كلها أسئلة صعبة. أولمبياد ما في خيارات؟ يلا أولمبياد ها؟ شباب سيدني عام 2000 فضية أولمبية سعودية ها؟ أول ميدالية ها؟ أول ميدالية فضية أولمبية سعودية. إيش؟ لازم أحد يضغط الزر. يلا يلا جائزة أولمبية. يلا ضغط سيدني. أعطيني مروة إجابتك. هادي إيش؟ صوعان. هادي صوعان صح. هادي صوعان حققها عام 2000 في أولمبياد سيدني زي ما قلنا. يلا